صباح الخير مشاهدينا، وكالمعتاد بنقابلكم على شاشة النيل الأخبار على مدى ساعتين كل يوم من 8 ل 10 بتوقيت القاهرة. معانا كالمعتاد أيضا موضوعات كتيرة ومتنوعة في كل المجالات، وبنحاول نغطي بيها أبرز مستجدات الأحداث وأبرز اهتماماتكم في نفس الوقت. النهاردة عندنا أكتر من موضوع هنناقشهم، هنناقش في البداية معرض تراثنا اللي منعقد حاليا في مركز المنارة في التجمع، والمعرض ده مش أول سنة بيتعمل الحقيقة، بقاله سنين طويلة، بس كل سنة بيتطور عن السنة اللي قبلها، وكل سنة بيكون في عارضين أكتر لمنتجات أجمل وأحلى من المنتجات المصنعة يدويا في كل المجالات، الجلود، الأقمشة، المفروشات، الحلي، ومن كل المحافظات كمان من بحري للصعيد. فالحقيقة هي فرصة متميزة جدا للعارضين وللناس كمان ان هم يشوفوا كل المنتجات دي معروضة في مكان واحد مجمع. دي دعوة مرة تانية للذهاب وزيارة المعرض الجميل ده، وهيكون معنا النهاردة أحد ضيوفنا المشاركين في المعرض عشان يتكلم عن أهم ما يميز المعرض هذا العام. عندنا موضوع آخر عن دراسة جديدة، الحقيقة الدراسة دي بتكشف الأسباب الحقيقية لأنه الدول الأفريقية أو دول القارة الأفريقية، رغم أنه بالمنطق كده ممكن تكون الدول دي هي اللي ممكن يكون فيها أعداد المصابين بالكورونا أعلى من أي دول تانية، بسبب البيئة، بسبب الجو، بسبب الرعاية الصحية اللي ممكن تكون أقل من دول في العالم الأول، لكن ويا للغرابة الحقيقة أعداد المصابين بكورونا في الدول الأفريقية أقل من مثيلتها في دول أخرى عديدة. هنشوف الدراسة دي أرجعت الأسباب لإيه بالتحديد، وهل الموضوع ده ممكن يستمر ولا لا. حقيقة موضوع مهم جدا، أنا شخصيا عايزة أعرف تفاصيله. دول الموضوعين الرئيسيين اللي هيكونوا محاور الحوارات اللي هنستضيف خلالهم ضيوف في استوديو هذا الصباح. لكن عندنا طبعا إطلالة رياضية وإطلالة اقتصادية لأهم المستجدات في المجالين دول قبل ما نبتدي مجموعة نشراتنا الاقتصادية والرياضية على مدى اليوم، بالإضافة طبعا لجولتنا اليومية مع عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. خلونا نبتدي معاكم كالمعتاد بدقائق رياضة نجدد فيها الدورة الدموية، ونحاول ان احنا نبتدي يومنا بنشاط وحيوية في فقرة ايروبكس. من بعدها مباشرة جولة مع اهم الاخبار وتقارير المراسل. يا صباح الفل، النهارده باذن الله هنبقى مع كابتن عبد الرحمن، هيعمل لنا تمارين مميزه جدا. هنبتدي ان احنا نعرف يعني ايه فانكشنال تريننج او تدريب وظيفي. التدريب الوظيفي هو التدريب اللي فيه حركات شبه الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا، عشان كده ده بيبقى اكتر عمليه من التمرينات التقليديه. هستناكم بعد ما عبد الرحمن يعمل التمارين عشان نتكلم في موضوع مهم جدا.
رجعنا بعد التمارين وهنتكلم النهاردة عن الموضوع اللي محير الناس وعامل مشاكل اليومين دول وهو المكملات الغذائية. الحكاية دي طبعا الفترة اللي فاتت ما يخفاش علينا ان احنا حصل بعض الشواهد او بعض الحاجات اللي طرحت على الساحة اللي عملت مشاكل بسبب المكملات الغذائية، ولكن احنا عايزين نتكلم على الموضوع بموضوعية شوية. المكملات الغذائية احنا لما بنتكلم عنها دي حاجه عامه جدا، زي مثلا ما بنتكلم على الادويه، اقدر اقول ان الادويه دي غلط؟ ولا لما بنتكلم على الادويه نلاقي فيها انواع ونلاقي فيها حاجات لها سايد افكتس وفي حاجات تتخذ في حالات معينه وفي حاجات لازم تتخذ تحت اشراف طبيب، او طبعا كله تحت اشراف طبيب، فبالتالي احنا بنتكلم عن حاجه كبيره جدا واسعه جدا. الحكايه دي موجوده في العالم، فبالتالي عايز اقول بعض النقط بس اللي هنبتدي ان احنا نشكل على اساسها ثقافتنا مع المكملات الغذائيه. اولا المكملات الغذائيه بتبقى منتجات بتعملها شركات كتير، منها شركات بتبتدي ان هي تعمل تغش في المنتجات دي نفسها، يعني في بعض الشركات اللي هي بتبتدي تكتب بعض المكونات وبعض وتزود بعض المواد اللي ممكن تكون بتدي نتائج احسن لكن ممكن يكون فيها خطوره على صحه الانسان، وده بيبقى دور الاف دي اي او منظمه الصحه العالميه ان هي تبتدي ان هي تراقب الموضوع ده وتعمل عليه اختبارات علشان تطمن ان ده نقدر ان احنا نستخدمه بامان. الحاجه الثانيه ان احنا احيانا بنستخدم المكملات الغذائيه وفقا لثقافتنا احنا، يعني انا ابتدي اقول طب انا لما اخد اكتر هيديني نتائج احسن، فده طبعا من الحاجات الخطر جدا اللي احنا بنعملها وبالتالي تبتدي ان هي تؤدي لنتائج مش كويسه. الحاجه الثالثه ان احنا برده بنعتمد على ثقافتنا الشخصيه مش بنعتمد على التخصص، يعني مثلا المفروض ان الحكايه دي وده اللي انا بنادي بيه طبعا يعني ايه الاتجاهات المسؤوله او الجهات اللي هي ممكن تتشكل في الاتجاه ده، ان يبقى في جهه منوطه بالحكايه دي، ان يبقى في تخصص مهني منوط بالحكايه دي، ان يبقى في حد يقدر ينصح بالمكمل الغذائي السليم اللي ما يضرش الشخص. ممكن يكون بقى خلفيته صيدله، ممكن يكون خلفيته طب، المهم انه يكون حد متخصص عدى على نوع معين من الدراسه تاهله ان هو يوصف المكمل الغذائي بشكل سليم. لما الحكايه دي تتحسن بالشكل ده نقدر ان احنا نقول ان احنا كده واقفين على الارض، لكن طبعا في الموضوع لسه تايه شويه، لان احنا في ناس بتاخد بثقافتها الشخصيه وناس بتبتدي تنصح وممكن ما يكونش عندها الخلفيه الكافيه. خلي بالنا من الموضوع جدا، وان شاء الله باذن الله نكون سليمين ونحاول ان احنا نبعد عن استخدام الحاجات دي قدر ما احنا مش لو احنا مش محتاجينها، ونقدر ان احنا نتمرن بالوسائل الطبيعيه. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. اهلا بكم مره ثانيه، معاكم دلوقتي هنبتدي جولتنا واهم تقارير المراسلين واخبار العالم. نبتدي من مصر كالمعتاد، والحقيقه حمله 100 مليون صحه لا تنتهي ابدا ولا تتوقف عن استقبال الناس لمتابعة صحتهم من أمراض مختلفة، سواء كانوا أطفال أو شباب أو كبار في السن، سيدات أو رجال. الفترة دي المراكز الطبية بمحافظات الجمهورية المختلفة بتستقبل المواطنين فوق سن 40 لإجراء الفحوصات الخاصة بيهم بكل ما يتعلق بالأمراض المختلفة، خصوصا الأمراض المزمنة والأمراض المتعلقة بالكلى. دي دعوة لكل الناس فوق سن 40 ان هم يتوجهوا للمراكز الطبية المختلفة لإجراء الفحوصات المطلوبة بدون مقابل مالي، والحقيقة دي فرصة مش المفروض ان اي حد يفوتها. نتابع تقرير حول هذا الموضوع. 1,700,000 مواطن تم عمل المصحة الطبية لهم للاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية كالضغط والسكر والاعتلال الكلوي وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة، والتي تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40. تم إحالة ما يقرب من 500,000 مواطن لتلقي العلاج من خلال كارت المتابعة بالمستشفيات المتخصصة. ما يثبت أنه ضغط لو كان اكتشف بالصدفة، لو له تأمين صحي بيوجه للتأمين الصحي، لو ملوش تأمين صحي بيوجه بيتم عمل فوري قرار دفع الدولة، بيتم علاجه تبع مستشفيات الحكومة المركزية، مستشفى المتغمض المركزي أو أحد المستشفيات المركزية، بيتم علاجه وعمل الفحوصات اللازمة له وتسليم علاج بصفة دورية وشهرية. عندنا مستهدف المتغمر وتوابعها الكرة بتاعتها حوالي 182,000. حققنا دلوقتي من بداية المبادرة إلى الآن 66% ب 120,000. المبادرة بتستهدف الفئة العمرية زي ما قلنا فوق 40 سنة، بنقيس الضغط والوزن والسكر، لو اكتشفنا أي حالة من الحالات دي بتتحول لأقرب عيادة أمراض مزمنة
وبيتم متابعتها، بالإضافة اللي احنا بنتابع الحالات المكتشفة من المبادرات السابقة. المبادرة تتضمن برامج توعوية وتثقيفية في كيفية مواجهة المواطنين تلك الأمراض وسط إجراءات احترازية ووقائية بين المواطنين كافة. بنعمل لجنات تثقيفية للناس كلها وتوعية، بننده في المساجد، بنوعي الناس. الممرضات عندي شغالين في أي مكان، مجرد ما بنلاقي أي تجمع لأي ناس في المستشفى بنخلي التمريض يعمل لجنة تثقيف لهم، أو الدكاترة عندي أسنان صيادلة كله في مجاله. كل مريض بيخش العيادة لوحده له المستلزمات مكافحة العدوى الخاصة بيه، جوانتي لوحده، وكل مريض بيخش بالماسك بتاعه، ما بين بياخد خدمات المقدمة بالتحليل سكر، ضغط، طول الوزن، بنطلع له السمنة. بنقوم بالتوعية على ان التغذية السليمة لمرضى السكر، ان هم يحافظوا على انهم دايما يقيسوا السكر والضغط بتاعهم ويتابعوه، بحيث ان هو سبب اساسي مرضى السكر والضغط في انهم يبقوا اصابه او عرضه للاصابه بمرض كورونا. قبول واستحسان من قبل المواطنين لما يقدم لهم من خدمات تشخيصيه وعلاجيه طوال المبادره. جينا عملنا طبعا تحليل الضغط والسكر، في اهتمام بالغ بالمواطنين واهتمام غير عادي صراحه بكل المترددين على المركز. كفايه ان هي ما بتكلفناش اي حاجه ومبادره كويسه. الاكتشاف المبكر للامراض غير الساريه كالضغط والسكر والفشل الكلوي واحده من التحديات التي حرصت الدولة على مواجهتها بشكل واقعي لخلق جيل آمن من تلك الأمراض. محمد حلمي، النيل. تحتضن القاهرة على مدى يومين فعاليات الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الصحي لمناقشة دور شركات التأمين في التعامل مع فيروس كورونا المستجد. طبعا المشاركين في التجربة المصرية أو في التأمين الطبي أشادوا بالتجربة المصرية في إدارة أزمة كورونا والتعاون بين الحكومة وقطاع التأمين الطبي. أعتقد الموضوع ده يهم ناس كتير جدا، فهم حقوقها اللي المفروض يحصلوا عليها من أماكن عملها المختلفة، وأهمية وجود تأمين طبي عموما في حياة أي موظف. نتابع تقرير في هذا الموضوع. بمشاركة نخبة متميزة من خبراء التأمين في مصر والوطن العربي وبحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انطلقت فعاليات الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والذي طرح التعاون بين الدولة ممثلة في وزارتين المالية والصحة وقطاع التأمين الطبي، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد. فإلى أي مدى نجحت شركات التأمين في التعامل مع جائحة كورونا؟ دورنا في قطاع التأمين الطبي خلال جائحة كورونا، احنا كشركات تأمين عندنا شركات تأمين اللي كان عندها تغطيات صحيحة انها بتغطي في وثائق التأمين الطبي بتاعتها الأوبئة، قامت بتغطية العملاء بتاعتها بالكامل. الشركات اللي ما كانش عندها تغطيات صحيحة وكان عندها محفظة كبيرة في التأمين الطبي قررت انها كمان تغطي العملاء بتوعها. دول 79% من السوق، يعني 79% من السوق غطوا، ال 21% التانيين دول غطوا بالظبط المسحة او الكشف اللي بيتعمل، ولو حد ثبت ان هو عنده كورونا كان بيدفعوا تكلفة هذه المسحة. فشركات التأمين قامت بالدور بتاعها. طبعا من ناحية تانية الحقيقة شركات التأمين قامت بالاتفاق مع هيئة العامة للرقابة المالية على تقسيط الاقساط بتاعة العملاء، وخاصة العملاء الفرديين او الشركات اللي عندها مشاكل لمدة تصل 6 شهور. الاتحاد العربي لشركات التأمين أشاد بالتجربة المصرية في إدارة أزمة كورونا وطلب بتطبيق التأمين متناهي الصغر لخدمة شريحة عريضة من المواطنين في الوطن العربي. التأمين المتناهي الصغر يتميز بكونه أنه يتجه لأكبر عدد من الناس، يتميز بكونه أسعاره مقبولة جدا وتغطياته مبسطة، وهذا شيء مهم جدا وضروري. تعاوننا جدا مع الشركات لي عشان نعدي أزمة كورونا، فكانت الهيئة خدت قرار بالتنسيق مع شركات التأمين ان أجلت سداد الأقساط لشهر الحياة فترة معينة. كل الوثائق التأمين اللي كانت بتنتهي كنا بنسمح خلال قبل فترة سريانها وخلال بعديها خلال 30 يوم لصاحب المؤمن عليه ان يجددها بدون لا مصاريف ولا غرامات موجودة فيها. في الوقت الذي فرضت فيه جائحة كورونا تحديات كبيرة على شركات التأمين ومدى التزام تلك الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الأعداد الكبيرة، فإن التحدي الأكبر هو استحداث التأمين متناهي الصغر للوصول للفئات التي لا تستطيع تسديد تكلفة التأمين الكبيرة. لمياء موافي، النيل.
قدمت فرقة رضا عروض متميزة جدا على مدى تاريخها الفني، وما فيش حد فينا مش فاكر أفلام فرقة رضا اللي هي قليلة، لكن الحقيقة كان فيها كم كبير جدا من الاستعراضات الراسخة في تاريخ السينما المصرية، ومحدش أو ناس كتير جدا أيضا مرتبطة بفرقة رضا على المسرح في محافظات مصر كلها. اليومين دولت فرقة رضا ليها أسبوع خاص للاحتفال برائد الفرقة ومؤسسها محمود رضا، وكانت الحقيقة تكريم رائع. طبعا هو رحل عنا من سنة أو تقريبا أو أقل، لكن الفرقة ما زالت بتقدم عروضها في احتفاء خاص بيها من وزارة الثقافة. نشوف تقرير مع فرقة رضا وآخر عروضها في دار الأوبرا المصرية. على مدار 60 عاما متواصلة كانت فرقة رضا للفنون الشعبية بمثابة القوى الناعمة بما قدمته من أعمال فنية متميزة، ومن ساحة مسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا وعلى مدار 4 ليالي متتالية أبدعت فرقة رضا بباقة متنوعة من أشهر أعمالها الفنية. على مدار 4 أيام متتالية هنا في مسرح المكشوف بالهناجر قدمنا عروض قوية جدا ورقصات مميزة من رقصات الفرقة. طبعا ده بيواكب فعلا زي ما حضرتك ما قلت احتفال فرقة رضا بالستينية بتاعتها. احنا بقالنا يعني مثلا احتفلنا بالستينية تقريبا سنة 2019 اخر 2019 العام الماضي، والسنة دي كانت فعلا بعد وفاة الأستاذ محمود رضا عملنا حفل تأبين. الثقافة المصرية من سنة 1930 إلى يومنا هذا 90 سنة هذه الفرقة بتقدم رقصاتها الجميلة جدا، التنورة، فرقة الرقصة الشاورة الحجالة، وأيضا الأقصر بلدنا والعتبة جزاز، كل الحاجات الجميلة. إلى الحل عقل إسماعيل الاستعراضات كان مصممها الأستاذ محمود رضا رحمة الله عليه، وكان طبعا الفيديت لهذه الفرقة الأستاذة فريدة فهمي. قدمت فرقة رضا باقة مختارة من استعراضاتها التي اشتهرت بها طوال تاريخها الفني وسط إقبال جماهيري كبير، ومن بينها الأقصر بلدنا، الفلاحين، الحجالة. فرقة رضا دي تاريخ وتراث كبير جدا جدا، يعني الحمد لله الناس كلها بتحب انها تيجي تتفرج عليها زيها زي بالظبط الباليه. هم بيبقوا حابين ان هم يتفرجوا على الفلكلور المحترم ده من محمود رضا. انا حاسس ان فعلا المصريين عموما بيحبوا الفن بتاع استاذ محمود رضا، يعني حتى في اي مكان ما بنعرض في اسكندريه وفي اي مكان حافظين رقصات، يعني في رقصات لو ما اتعملتش بيسالوا عليها بنفسهم. فرقة رضا تعد من اعرق الفرق الفنيه بالبيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضيه، وتاتي الاحتفاليه ضمن برنامج قطاع شؤون الانتاج الثقافي خلال شهر اكتوبر، والذي ينطلق وسط الاجراءات الاحترازيه والوقائيه. من خلال عروض فنية وثقافية واستعراضية تستمر وزارة الثقافة في تقديم عروضها المختلفة في أمسيات صيفية رائعة لقت قبول لدى المواطنين، لتؤكد على مدى أهمية الفنون في دعم وتنمية المجتمع. منذر أبو دوح، النيل. ونروح لأخبار الكورونا مرة تانية، والحقيقة يعني احنا عارفين طبعا انه الجيش الابيض او الفرق الطبية كانت اكتر فرق عليها ضغط خلال فترة الموجة الاولى من كورونا في جميع انحاء العالم، لكن مؤخرا كشف مجلس التمريض الدولي انه الممرضين والممرضات اللي كان عليهم هذا الضغط خلال الفترة الماضية هم أكتر ناس بيعانوا من الإرهاق والضيق النفسي، وداخلين في موجات اكتئاب لأسباب مختلفة. طبعا جزء منها راجع للمجهود الرهيب اللي بذلوه خلال فترة الجائحة والضغط الشغل وساعات العمل الطويلة، وكمان تعاملهم مع حالات الوفاة أو الحالات الحرجة، لكن أيضا جزء منه بسبب التمييز ضدهم للأسف من بعض فئات المجتمع اللي كانوا بيبعدوا عنهم أو يتلاشوه أو يتحشوهم أو يحسوا أنهم مش المفروض أنهم يكونوا قريبين منهم. دي مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها الممرضين، وصرح هاورد كاتون وهو ممرض بريطاني بيتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التمريض الدولي ان احدث مسحة لجمعيات التمريض اظهرت انه 70% من الجمعيات
قالت انه ممرضينها وممرضاتها بيتعرضوا للتمييز والضغوط النفسية الشديدة، واستند المسح لردود ما يقرب من ربع جمعيات التمريض الوطنية التابعة للمجلس في أكثر من 130 دولة، وانه ده خطر جدا عليهم لان هم حائط الصد الرئيسي، وفي خطورة انه لو حصل موجة تانية للمرض هيبقى في مشكلة حقيقية في مواجهتها من نفس طاقم التمريض. فالحقيقة ده زي ناقوس خطر بيدق مجلس التمريض الدولي للتعامل مع الممرضين بشكل أفضل وتوفير سبل رعاية نفسية ليهم أفضل. تتواصل فعاليات معرض الصور الفوتوغرافية في متحف كابيتولين في العاصمة الإيطالية روما، اللي بيوثق الصور المؤثرة والمأساوية لتجربة إيطاليا مع جائحة كورونا. طبعا احنا عارفين ان إيطاليا من اكتر الدول اللي كان فيها نسبة إصابة ووفيات وفي بداية الجائحة الحقيقة، وكانت صور إيطاليا صور مرعبة لكل دول العالم، وزي ما تكون درس اتعلمته دول علشان ما تستهنش بالموضوع زي ما إيطاليا استهانت بيه في البداية. طبعا أفراد الطواقم الطبية وعمال الرعاية الصحية كانوا أبطال هذه الصور، اللي كانت حوالي 72 صورة والتقطها 30 مصور صحفي أجنبي من 10 دول مختلفة، والصور كانت بتعرض جوانب من حياتهم اليومية تحت تأثير فيروس كورونا وتواجدهم في وحدات العناية المركزة والجمعيات الخيرية. وإحنا شايفين طبعا وجوه العاملين في الطواقم الطبية قد إيه كانت عليها أثار التعب والإرهاق والمعاناة النفسية والضغط العصبي. يا رب ما ترجع الأيام دي، وإن شاء الله إيطاليا ما تشوفش أزمة قاسية زي اللي شافتها في الموجة الأولى من جائحة كورونا. أعلنت الصين أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للاستشعار عن بعد من مدينة سيشوان الصينية. القمر الجديد بيحمل اسم جوفين 13، تم إطلاقه عن طريق صاروخ من سلسلة ما يعرف بصواريخ المسيرة الطويلة أو لونج مارش اللي بتنفذها وكالة الفضاء الصينية للأغراض التكنولوجية. القمر الجديد بيساهم في تطوير الأبحاث المتعلقة بالتنمية الاقتصادية من خلال القيام بمسح للتربة وتقدير لكميات المحاصيل المتوقعة، بالإضافة لتوفير معلومات حول سبل حماية البيئة والتنبؤات الجوية والإنذار المبكر من وقوع الكوارث. ده الإطلاق رقم 349 ضمن سلسلة صواريخ المسيرة الطويلة، وتأمل وكالة الفضاء الصينية في إطلاق 6 أقمار أخرى من هذه النسخة خلال الشهور القصيرة أو القليلة المقبلة. نروح لخبر من دولة أخرى. احنا كالعادة بنروح وبنزور دول مختلفة منها أخبار متميزة. ماتيلدا رولينز واحدة أسست وهي خريجة مدرسة تصميم مصنع البلاستيك، وأسسته من سنتين بمساعدة والدها النحات في بلجيكا في بروكسل بالتحديد. الشركة أو المصنع تم تأسيسها في المنزل، وبيتم فيه تشكيل الأسطح البلاستيكية لمواد جديدة قابلة للاستخدام. طبعا في رسالة وراء الإبداعات الملونة لمجموعة مصنع البلاستيك تكمن في إعادة تعريف نهج البلاستيك اللي اعتمدته البشرية منذ أن تم إنشاؤه قبل قرن ونصف. رولينز أوضحت أنه يمكن إعادة تدويره من أجل إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن تتخذ أشكال مختلفة بمرور الوقت. يعني قطعة البلاستيك الواحدة ممكن كل فترة نغير شكلها ونعيد تشكيلها وتبقى منتج جديد ومختلف. طبعا احنا عارفين أنه البلاستيك قد ما هو ممكن زي ما انتوا شايفين نستخدمه في أعمال إبداعية، إلا أنه في عيب خطير جدا أنه لا يتحلل، وبالتالي في مشكلة كبيرة أنه نرمي البلاستيك أو نتخلص منه في النفايات، لأنه بيؤدي لتلوث كبير جدا للبيئة، وفي جمعيات كتير بتقاوم هذا الموضوع. لكن الفنانة البلجيكية استخدمته في الفنون، وأعتقد أن ده استخدام مثالي وغير مضر على مدى السنين.
أعلنت منظمة جائزة جيمس دايسون في لندن، أعلنت المنظمة عن أسماء الفائزين بمسابقة أقيمت لعمل تصاميم تساعد في الحد من التلوث الناتج المرة دي بقى عن عجلات السيارات مش عن البلاستيك. فاز في المسابقة مجموعة من المبتكرين من تصميم أداة مبتكرة تقضي على 60% من تلوث العجلات أثناء سير السيارة على الطريق. واضح أنه نسبة التلوث عالية جدا لدرجة أنه يتعمل مسابقة لتقليل نسبة التلوث الناتج عن عجلات السيارات. الفريق المبتكر لم يكشف عن اسم هذه الأداة بعد، لكن فكرتها تهدف بشكل أساسي أنه تكون زي مرشح الهواء لالتقاط الانبعاثات قبل دخولها للغلاف الجوي، وأثناء دوران العجلة بيمتص الفلتر الجزيئات اللي يمكن للمصنعين استخدامها فيما بعد في إنشاء إطارات جديدة. قبل ما تخرج الغازات السامة بيتم امتصاصها والاستفادة منها، فدي وسيلة مثالية جدا. بيتعاون مع الفريق المبتكر شركتان لإنتاج الإطارات بهدف تطوير مجموعة صغيرة من هذه الأدوات لاختبارها على مركبات الشركة المصنعة للسيارات وتجربتها بحلول عام 2030. أعتقد أن دي جولة لطيفة جداً وعامة وشاملة وفيها جوانب مختلفة كنا فيها معاكم على مدى نص ساعة في بداية يومنا النهاردة. في هذا الصباح عندنا جولة تانية بعد النشرة الرياضية، لكن مع عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم والزميلة ماجدة القاضي. خليكم معنا.